الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الجسد السليم. السلام على الشيب الخضير. السلام على الخد التريم. السلام على الثمر المقروح بالقضيب. ما خاب من تمسك بكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غريب يا مظلوم كربلاء. مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرة خرجنا من كبل أهلين جمعا رجعنا لا رجاء ولا بنينا. رجعنا خالفين مشتتين. خرجنا والحسين لنا أنيس. رجعنا رسول الله عنا بأننا قد فجعنا في أخينا. وأخبر جدنا أننا أسرنا وبعد الأس يا جدا بعد الصول صارت عيون الناس ناظرة إلينا. فاطم لو نظرت إلى اليتامى ولو أبصرت زينب بناتك في البلاد مشتتين. فاطم ما لقيتي من عداك ولا قيراط مما قد لقيت.
علينا أفاطم لو نظرتينا سهرا ومن سهر الليالي قد عمينا. هذا حالهم من وصلوا إلى المدينة تجددت عليهم الأحزان. تسلى يا أم عبد الله يا رضا، قالت كيف أتسلى إن الذي كان نورا يستضاء به بك ولا أعفيه. قال المدفون قاعد في الشمس. دعها يا جابر. تسلى يا أم عبد الله، قالت وحسينا، فلا نسيت حسينا أقصدته أسمة الأعداء. تسلى يا أم عبد الله، قالت أنا لجيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شار وعاينتها وحشة وخلي بيوت الأحبار. وحياة راسك يا ضياء المحرم يا ضي العين، ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل قبالي يا ابني الأنجار. أنا مرت علي أيام يا كعبة الوفاء، عميت عيوني يوم شفتك فوق التراب. هذه أم الرضيع، ها؟ وتتذكر الحسين. أنا ما يغيب عن عيني جمالك يا حبيبي، يا نور عين انقطع من وصلك نصيبي، وشاك جابي أنا لهجر يعز الحرم بيتي واغلق الباب. وتقعد مع سكينة بحر الشمس وتناح، والدار مكشوفة وتهل الدمع مسفاح، بهالمصار. قومي يا أمة بتموتين في الشمس. قالت والله يا سكنة، والله يا سكنة عقب أبوك حسين ما عمري ولا انسى يوم اللي هجمت عليهم الخيل، ها؟ ولا نسيت شتتنا وطلعتنا مداهيش ورجالنا كلها محايا فوق التراب. وتوقف بباب الدار وتهل في تنادي وهي تقلب الوجه
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعبر عن المال والبنين بأنه زينة. تعرف معنى الزينة؟ الزينة هي الشيء الذي يتجمل به الإنسان في مسكنه. عندما يأتي بالبناء أو عندما يأتي بالنجار أو عندما يلبس الملابس الجميلة التي يخيطها له الخياط يسمونها زينة. حتى قال العرب إلى الحلاق الذي يقلق شعر الرأس ويقص من الشارب واللحية قالوا عنه المزين. الزينة هي كل ما هو جميل تتوق له نفس الإنسان ويحب الإنسان يتجمل به الإنسان. المال والبنون هما زخرفة هذه الدنيا وزخرف هذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زين، هنا قال وعبر عن المال والبنين بأنهما زينة، وعبر عنهما في آية أخرى بأنهما فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآن كيف نوفق بين هاتين الآيتين، المال والبنون زينة أم فتنة؟ قال بلى، الزينة مما يحبه الإنسان ومن أنواع أو من مصاديق ومن معاني الفتنة هو الاختبار، حيث أن الله جل وعلا يختبر الإنسان فيما يحب. فالمعنى واحد لا يختلف، يختبر الإنسان في الزينة. فعلا هناك من ينجح في هذا الاختبار وهناك من لا ينجح في هذا الاختبار. أجارنا الله وإياكم. وإلا لماذا يا خضر قتلت الغلام؟ قال لأن له أبوين صالحين، خشينا أن يرهقهما الطغيان وكفر. حب الولد في قلب أبيه. يوم اللي هذا الولد ينجرح جرح بسيط، شوف الأب يتعذب، يحس من أراد أن ينظر إلى كبده تمشي على الأرض فلينظر إلى ولده، يتألم، يعيش حالة من الاضطراب. هذا الأب ويؤدي هذا الحب، يعني يبلغ حب الأب إلى ولده إلى مبلغ أن الولد أجارنا الله وإياكم ربما يفسد، لأنه يبحث عن شهواته وعن الأمور التي تبعث له الراحة والأب. ولكن أباه فيما بعد لحبه إلى ولده لا يريد أن يزعجه، لا يريد أن ينهى، لا يريد أن يؤذيه بنهي أو بأمر. ولذلك تشوفه شنو يبتلى، هذا كثيرة من حبك، هذا تشوفه كثير من الناس يبتلوا كما ابتلي الزبير في الشاهد المشهور. ما زال الزبير منا حتى نشأ له ولده. لهذا الله جل وعلا يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اختبارها، يختبر الإنسان في هذه الزينة، يختبر في ماله وفي ولده وفي أزواجه. بعد ذلك قال
والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو كانت الدنيا ذهبا، لو كانت الدنيا ذهبا والآخرة خزفا، لاخترت خزف الآخرة على ذهب الدنيا، لأن خزف الآخرة يبقى وذهب الدنيا لا يبقى. لو كانت الدنيا ذهبا والآخرة خزفا لاخترت خزف الآخرة على ذهب الدنيا، لأن خزف الآخرة يبقى وذهب الدنيا لا يبقى. فكيف والدنيا خزف والآخرة ذهب؟ يعني خزف مو زجاج، لأن الزجاج إذا انكسر الزجاج من هالحطام اللي اتكسر يصيغون شنو؟ يصيغون زجاج آخر. لكن الفخار إذا انكسر خلاص ما يتصلح. إذا انكسرت الدنيا، الدنيا حطام. زين، بعد ذلك نجي إلى هذه الآية: والباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ قال: الباقيات الصالحات في مقدمتها صلاة الليل. لأن التدين مو احنا صرنا خطباء وصرنا يعني صرنا معزين او صرنا نطلع في مواقف حسينيه ونقيم الشعائر وفقط، يعني بس هذه علاقتنا بالدين. اكو ناس يشكل علاقتهم بالدين بس بهالمستوى. لا، الدين عباده، الدين صياعه الى اوامر الله جل وعلا. الان مثلا الجمعة، ليلة الجمعة ويومها، كثير أشياء مضيعة. صلاة الليل والمستغفرين في الأسحار وبالأسحار. زين، صلاة الليل طول السبوع ما بنصليها، يعني على الأقل ليلة الجمعة كلها فاضي. يعقوب: يا أبانا استغفر لنا. قال: سوف أستغفر لكم ربي. متى؟ وقام ينتظر إلى أن تجي ليلة الجمعة، إلى أن يأتي وقت السحر من ليلة الجمعة حتى يستغفر إلى أولاده وهو يعقوب. سحروا ليلة الجمعة، والجمعة اللي نضيعها إحنا في نزهة ولا العبادة إلها أهلها؟ لا، العبادة إلها أهلها، ليش ما صرنا أهلها؟ زين، غسل الجمعة، كم جمعة مرت علينا في حياتنا؟ واحد مرت عليه 1000 جمعة، واحد مرت عليه 2000 جمعة، وطول هالسنين ما درى عن غسل الجمعة. يا علي، واغتسل في كل جمعة، ولو أنك تبيع تشتري الماء بقوت يومك. زين، قام الجمعة، الجمعة من الأعياد الأربعة. يقول السيد صباح: ولا يقل يوم الجمعة شأنا عن عيد الفطر وعن عيد الأضحى. هذا مثلا هذا في المستحبات. وين بعد باقي بعد الشوق نجي إلى تعاملنا مع بعضنا البعض، مع الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها المؤمنون في قطيعة الرحم، في عدم التشرع، في عدم التفقه في الدين، في عدم الانصياع إلى أوامر الله جل وعلا، في ظلم العباد إلى بعضهم البعض. فتحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى موازنة، تحتاج إلى موازنة. مو علاقتنا بالدين بس قراية وبس عزلة، انت فكر في هذا.
وبس هذا الدين يعني الدين طاعة وعبادة، الدين محافظة على الصلاة، الدين تشرع، الدين تفقه، الدين إقبال على الله جل وعلا. هذه من الباقيات الصالحات صلاة الليل، هذه ما تقدر تخلص يعني. فلا تعلم نفسه، ما حد يدري وش الثواب اللي الله أعطاه إلى مصلي الليل. ومن الباقيات الصالحات قال إذا عجزتم عن الليل أن تكابدوه وعن العدو أن تجاهدوه فلا تعجزوا عن قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها من الباقيات الصالحات. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قبل لا تطلع الشمس انت قاعد تسبح، قبل لا تضرب الشمس وقت تسبيح مو وقت سوالف. زين، هذه من الباقيات الصالحات. من الباقيات الصالحات قال لا تستقلوا محبتنا اهل البيت فانها من الباقيات الصالحات. كل عمل صالح هو من الباقيات الصالحات. زين، بعد هذا نرجع الى الايه ونوصل الى ام البنين. المال والبنون زينه الحياه الدنيا. والمال والبنون زينة الحياة، فقط يعني على المستوى؟ قال لا، استطاعة الإنسان أن يجعل من المال ماذا؟ أن يجعل المال من الباقيات الصالحة. والشكل أثرياء، عندنا رجال، عندنا شخصيات أنفقوا بذلوا أعطوا، هذا من الباقيات الصالحة. واللي عنده ولد صالح يدعو له رباه صنعه، وتربية الإنسان صعبة لكن هذا أدب ووفق معه، فارق الأبوان الدنيا، يكون هذا الولد رحمة إلى أبويه، كل أسبوع كل يوم يقرأ آيات الكتاب، كل جمعة يمر يوم الجمعة يتصدق عن أبويه، يذكر آباءه، يذكر موتاه. زين، أو أنه هذا الأب يبتلى في ولده، يبتلى، يمكن تشوف أنت ما تدري وش في بيوت الناس، شوف هل بيت هذا ولد معانق، اللهم لا تبتلينا، لكن الأبوين صابران محتسبان، فوضا أمرهما إلى الله جل وعلا يكون هذا الولد من الباقيات الصالحة، يكون هذا الصبر من الباقيات الصالحات، أو أنهما يفجعان فيه، يفجعان فيعوضهما الله عن ألمهما ولوعتهما عن هذا الابن رحمة في الدنيا وفي الآخرة، تبقى من الباقيات الصالحات، خصوصا إذا كان الولد متميز يكون من الباقيات الصالحة. نجي إلى أم البنين. أم البنين، هل عندك مثل هذا؟ هل عندك مثل هذا؟ هل عندك ولد هو من الباقيات الصالحة؟ قالت بلى. عندك؟ قالت مو بس واحد، قالت أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا لقطع الوتين. يعني شلون مقامهم أم البنين بينك وبين الله؟ احنا ما عندنا تاريخ عن أم البنين واجد، لا هذا الموجود مختصر فقط، لكن انت حلل الآن هذه اللي قلتها لك. عندها أربعة، وهذا القرآن أربعة أولاد، مثلهم أو لا؟ شفت مثلهم أو لا؟ مثلهم بنين؟ لا.
لو بس أبو الفضل العباس إلى مقام عظيم الإمام الصادق يزوره، لو بس العباس أربعة مثل نسور الربا، والطيف يقول الشيخ عبد العظيم الربيع رحمة الله عليه، والطيف من وحي النبوة بعضه، واتلوا الحديث المستفيض عن النبي، ولذا رأت أم البنين بحجرها قمر السماء هوى، ولما تخطبي ورأت ثلاثة أنجم تبعا له تهوي تباعا كوكبا بعد كوكب، جاءوا إلى الدنيا فربتهم على حب الحسين. أول ما جاء يقول المقرم وإذا بأمير المؤمنين سيد عبد الرزاق المقرم، وإذا بأمير المؤمنين يقلب أطراف أبي الفضل، يقلب كفيه. أبا الحسن ما لي أراك تقلب أطراف هذا الغلام وأنت تبكي؟ قال يا أم البنين وقد أطلعها على غامض القضاء، إن هاتين الكفين ستقطعان بين يدي سيد الشهداء. أخذ اللواء بيمينه ثم أخذ اللواء، ثم لما قطعت أخذ اللواء بشماله. ذاك الموقف إذا تروح إلى كربلاء بلغنا الله وإياكم توصل إحناك، تقعد على الضريح العباس وتتذكر، تتذكر وقفة الحسين على الضريح العباس. ما شفتنا وقلها عزيزك راح وتقضت ايامه
دشر بن حذر من بعد وقت الظهيرة. يا أهل يثرب ما سمعتوا من كثيرة، خانت الكوفة والنبع شيخ العشيرة، وسلفة وحريمة أبو علي وحرقة وخيامة. سمعوا كلامه واتركوا عنكم هالخذور، بيت النبوة ذبحوهم يوم عاشور، وزينب سبوها وركبوها من على الكور، ودخلت المجلس والحبل سوى علامة. يقول موقف أم البنين هنا المامقاني يذكرها، يقول وإذا بي أقول قتل الحسين، أقول إلا قتل الحسين وإذا أجي أم البنين وتقول أخبرني عن الحسين، أقول قتل الحسين وهي تقول أخبرني عن الحسين. فعلمت أنها مذهولة لم تسأل إلا عن الحسين، ولم تسأل إلا عن زينب. كيف أصبحت يا عقيلة الطالبين؟ قالت لا تقولي هذا يا أمه، ولكن قولي يا زينب المسبية. صار المناشا بحجرها. أدري بعمل الكربلة جايد أمرها، لكن ثلاث نشتات وضحيلي خبرها. ثلاثة أسئلة أدري على شرح المصائب ما تقدري، شل أسئلة قالت أريد نشتج فاز بالناموس عباس. وصلت كربلة لو بعدك؟ أريد نشتج فاز بالناموس عباس، خبريني جسم حسين بخيول العدنداس. حسين وانتي وقفتي مكتفة بديوان الارجاس، بالحبل مربوقات وياك النساوي. معبر معبر من العطيه معبر، سمعت بقلها والدمع كف انهماله. طيب الاصل ما ينوصف طيب فعاله، وخويا حسين خلا نخيتهم وعناد لي بالخير داسة و
واللي جرى ما ينوصف غير الجسم العباس إنك تحفة سفر عندي ولا ودي تشوف الناس وش التحفة؟ راجع من السفر يا زينب جيبوا لي التحف وجيبوا لي الهدايا قالت دم كفوفة وفاضل ودم عينه ودم لأن أم البني تصيح يا زينب شعبتي التحفة جبتيها هلا وكل الهلا بيها عجب ما فارقت روحك على أحباب الفقدتيها حتى يزيد وجلافة مجالسهم دخلتيها شيبتي تقعدي وياي أعزيك أبا الفضل يقولون طبعت النهر وطلعت عطشان ضامي وقلبك بالضمى يلتهب نيران ما صار مثلك يا ضي العالم من أخوار لأجلك لو أصل بالبك الهاري معلم لتهيجون أحزان قلبي يا بسمي راحت أولادي لا تسموني أم الابني لو راحوا اثنين وعلي رجعوا اثنين بل كان علي تهون جمرة المجاتي أبياتك هذه عمياء أبياتك ها؟ رد وياي بهالمقطعين وأسألك الدعاء. أولاد أربعة والناس كلهم يحسدوني كل الخلق يم البني يخاطبوني شبار كلهم فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصة كربلاء بعبرتها معلوم يا ابني ضيعت زينب والايتام حرمه ضعيفه وبايعه والقوم ظلام ولا والله حسافه كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي ويك أم البنين تذكروني بليوث عيني اللهم صل على محمد ثبتنا على ولايتهم وإقامة أعدائهم أما يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المطر برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مريضنا وأرضانا فك وسرانا رد غرباءنا من أرادنا بسوء فاردنا
كاد لا فكر محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين والفاتحة مع الصلوات.